ولدت المذيعة اللبنانية لينا محمد زهر الدين في 12 يوليو لعام 1975. عملت في تلفزيون أبو ظبي لثلاثة أعوام، وقبله في قناة NBN كمراسلة ومحررة. كانت تعمل بقناة الجزيرة منذ عام 2002 مذيعة أخبار حتى استقالتها في شهر مايو عام 2010. انتقلت إلى قناة الميادين في عام 2011، واستقالت منها في 24 من نوفمبر عام 2019. ولدت لينا محمد زهر الدين في بلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. درست في كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية. عملت في الراديو لمدة سنتين كمذيعة للنشرات الإخبارية. لها مقالات سياسية ونفحات شعرية ذات العلاقة بأدب المقاومة. كذلك هي ناشطة في العديد من المجالات الاجتماعية. دمر بيتها خلال حرب لبنان في عام 2006. بعد الجامعة انتقلت إلى سوق العمل، وبداياتها في قناة NBN، ثم انتقالها إلى قناة أبو ظبي، لتصل بعدها إلى قناة الجزيرة التي انتقلت إليها عام 2002. قدمت الكثير من الحفلات والنشاطات الخاصة بالجالية اللبنانية في قطر. ألفت كتاب عن سيرتها وتجربتها الإعلامية، أصدرته في 12 من يوليو عام 2011، وهو تاريخ حرب تموز وعيد ميلادها، وعنوانه الجزيرة ليست نهاية المشوار، حيث قالت أنها شعرت بحنين معين إلى الشاشة خلال الربيع العربي، وتمنت لو أنها على الهواء على الجزيرة، إلا أنها تعود لتؤكد أن التغطية اللاحقة لباقي الثورات جعلتها تتنفس الصعداء لأنها تركت القناة. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.